عثمان ريفيرا هذه الطلاقة، فرصة للهدف الأول، فرصة للهدف الأول، فرصة للهدف الأول، جول 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 للمنتخب الكونغولي. الهدف الأول يأتي الآن في هجمة مرتدة مباغتة، كيفانو يسجل الهدف الأول للمنتخب الكونغولي، لاعب كيفانو يسجل الهدف الأول الآن، صاحب القميص رقم 8 يسجل الهدف الأول الآن للمنتخب الكونغولي كيفانو. هذه انطلاقة سريعة من جانب اللاعب بولاسي صانع الهدف، بولاسي وكيفانو لا يجد أي صعوبة في تسجيل الهدف الأول الآن للمنتخب الكونغولي في هجمة مرتدة مباغتة سريعة. يا سلام يا بولاسي، بولاسي اللاعب الخطير، لاعب كريستال. Bolasier, Bolasier sur la droite, qu'est-ce qu'il va faire Bolasier? Il va passer, ah, il passe, attention Kebano! À la 40e minute de jeu, et oui, le Léopard ouvre la marque, ah oui, sur ce ballon de Bolasier qui est parti sur la droite et qui a ouvert sur Mesquins. Qui n'est pas très buteur et qui prend son courage et qui place l'homme du gardien. Il a amené au Castle. Chancel Mbamba, le bailé. Il a qu'il a tout le bâton. Le tarté à Montez, c'est quoi le bâton? Chancel Mbamba, chauffe la barre. Le Zuhur Bolasi, Qatar Kmir. Ouah, la fête à Ad. Ad, on y a dit le Congo de Bopataya. Antarik, Neskens Kibelo. Neskens Kibelo. Chauffe le Qatar, le Sadnek à la Guinée. ضيعوا فرص كتير الشوط الاول، لكن امامنا اهو اللاعب اللي عنده 24 سنه نيسكنز كيمينو لاعب نادي فولام يسجل هدف التعادل في الوقت، يعني ايه اللي فيه كان منتخب غينيا يملك افضليه. شوف الخطا في ابعاد الكره من اللاعب اسياجا، استلام من جانب اللاعب ادريسا، خطا كبير قوي من ادريسا هنا في استلام الكره، ادريسا سيلا، شوف الغمزه حلوه من بطولي بادو، وعلى طول بقى لمسه اللاعب كيبانو في اقتناص هدف التعادل للكونغو الديمقراطي. هدف التعادل RDC qui reste sur 12 matchs sans défaite, toute compétition confondue. Et la RDC qui frappe un grand coup, Neskens Kebano, son premier but dans une Coupe d'Afrique des Nations. Et la RDC mène 1-0. Dans la spontanéité, dans le geste de Neskens Kebano, quelle inspiration